عم تجينا كتير أسئلة عن الضرائب المترتبة على شراء وبيع عقار في تركيا. خليكن معنا لحتى نحكي بالتفاصيل. بداية، في عنا ضريبة الطابو أو ما تعرف بضريبة نقل سند الملكية. هي بتكون قيمتها 4% من القيمة المسجلة على الطابو. هاي القيمة تدفع عند كل عملية شراء أو بيع. يعني حتى ولو كان العقار تم بيعه وشراءه 100 مرة، فعند كل نقل ملكية من مالك إلى آخر يتم دفع هاي 4%. طبعاً من المتعارف عليه أنه هاي الضريبة بيدفعها المشتري، ولكن في بعض المشاريع أو بعض الشركات الإنشائية بتقوم بتشارك هاي القيمة بحيث أنه المشروع يدفع 2% والمشتري يدفع 2%. طبعاً في بعض الحالات بيكون المشروع معفى من ضريبة الطابو، وخاصة في المشاريع الحكومية أو حتى بالمشاريع اللي بتكون فيها إعادة إعمار. أما بالنسبة للنوع الثاني من الضرائب فهي ضريبة القيمة المضافة أو ما تعرف باسم الكاديفي. عادة بتكون إما 1 أو 10 أو 20%. إيمت بتكون 1 وإيمت 10 وإيمت 20؟ غالبا بتكون 1% في الشقق السكنية أو الشقق اللي بتكون مساحتها أقل من 150 متر مربع. أما لما بتكون 20% فهي إما بالعقارات التجارية وإما في الشقق السكنية اللي بتكون مساحتها الصافية أعلى من 150 متر مربع. ولكن أحياناً نحن منشوف شقة سكنية ومساحتها أقل من 150 متر مربع ولكن قيمتها المضافة 10%. هاي القيمة بتكون على المشاريع الحديثة والمناطق اللي بتشهد تطور عمراني كبير، فبتكون القيمة المضافة 10%. وطبعاً ممكن ناخذ إعفاء ضريبي من القيمة المضافة في حال تم تحويل سعر العقار من بنك خارجي وكان أول عقار للمشتري في تركيا، بالإضافة أنه لم يكن له إقامة سابقة من قبل. النوع الثالث من الضرائب هو ضريبة البلدية، بتكون قيمتها 3% من قيمة العقار المسجلة على الطابو. هلا في عنا ضريبة الربح، اللي بتكون عند بيع العقار. بشكل عام بتكون قيمتها من 22% لـ40%. هاي تدفع عند بيع العقار في أول 5 سنوات من الشراء. يعني في حال أنا عندي عقار وأردت بيعه خلال أقل من 5 سنوات من تاريخ الشراء فبدفع هاي الضريبة، ولكن في حال أنا أردت بيع العقار بعد 5 سنوات فيكون معفى من ضريبة الربح. ففينا نشوف من خلال ما تقدم أنه معدل الضرائب في تركيا معتدل بشكل عام مقارنة مع دول تاني، بالإضافة لتسهيلات كتير كبيرة عم تعملها الحكومة التركية للمستثمرين من خلال الإعفاء الضريبي من ضريبة الكاديفي مثل ما شفنا، بالإضافة لضريبة الطابو في المشاريع الحكومية وأيضا في مشاريع إعادة الإعمار. لحتى تبقوا على اطلاع بشكل كامل في القوانين العقارية وأيضا الفرص الاستثمارية الكبيرة في تركيا، اتواصلوا معنا واستنونا.